السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشني جدا متابعة المنتخب الجزائري. كنت متفق مع ناس ان انا ابقى حاضر الماتش ده معاهم في المدرجات، لكن للاسف يعني ما حصلش نصيب ان انا ابقى موجود. ان شاء الله اكون موجود قريب. عايز اقول لكم ان الهدف الاول سليماني كان هدف رائع جدا جدا جدا. يا ريتني كنت معاهم والله. عموما بعد الماتش ان شاء الله، الماتش الحلو ده اللي اتوقع ان هيبقى لسه فيه جوان، رغم ان المنتخب الكونغو الديمقراطيه منتخب تقيل فعلا، مش منتخب قليل يعني، لكن اعتقد ان منتخب الجزائر لسه هيسجل تاني ان شاء الله، هنشوف فرحه اكتر. بعد الماتش بحوالي ساعتين، لان في حاجات كتيره كده عندي بعملها، هكون ان شاء الله طلعت اتكلمت عن الماتش ونقعد ندردش مع بعض شويه. يا رب تكون لايف، لو قدرت اطلع لايف هطلع، لو ما قدرتش هعمل يعني شويه تعليق كده عن المباراه وعن احساسي باللعيبه اللي انا شايفهم. شايف لعيبه كتير جدا، حوالي 7 لعيبه من الاساسيين موجودين احتياطي النهارده. عارف ان الماتش ودي، بس يعني كنت عايز اشوف محرز، وكنت عايز اشوف بلايلي، كنت عايز اشوف بنجاح، ناس كتيره من التشكيله الاساسيه غايبه النهارده او قاعدين على دكه البدلاء. هنتكلم في كل ده ان شاء الله بعد الماتش بحوالي ساعتين او 3 ساعات بكتير. ان شاء الله اكون لايف معاكم، او اكون عملت فيديو وانزله ونتكلم شويه مع بعض ان شاء الله. استنونا واوعوا تروحوا في اي حته. سلام.